السلام عليكم، عاملين ايه؟ ازيكم؟ دلوقتي هنعمل سيد الملفح كروزو، وهنعرف ازاي نطلعه بطريقة بسيطة جدا ونقدر ننفذه بكل سهولة. طيب، المطلوب اجيب بطرون ده كده 40 سنتي، والطول 42 سنتي، ده طول الصدر اللي هو الطول، لكن ده العرض. طيب، احنا نقدر نطلعه من البطرون الفستاني الاساسي، لكن طبعا بيبقى هنا في زياده دي اللي هي بتبقى الجزء بتاع الملفح. لو انا حطيت ده كده، الجزئيه دي زياده دي 14 سنتي، وهنا طبعا الزياده دي اللي هي بتتشال. لو انا هنسخه كده، ده بقى اوريكي ان الصدر ده هو اللي بيطلع ده تحت البط، برضو هنسخه والكتف، نفس الكتف هنسخ الكتف كده، وهعمل الدوران، لكن ساعتها مش هعمل دوران، هيبقى ملفح. ده خط النص اللي هو الفستان الأساسي بالشكل ده، أسطره كده عشان يجي قدامكم. الرقبة كده نسخناه، نفس الصدر الأمامي. هنطلع بقى ازاي الملفح؟ طبعا هاجي من هنا، مش هيبقى فيه حوض رقبة، هيبقى ملفح على طول. لو انا عايزاه اوسع، لو عايزة الملفح ضيق يبقى دي بعرضها، يعني ممكن ازود هنا 2 سنتي على خط الرقبة دوت، وادوره كده ان انا عايزاه اكبر. طيب، يبقى انا هنا بشيل القيمة اللي باقية دي كده 18 سنتي، بشيلها، وهنا الزيادة دي عن النص، الخط النص اللي هو ده، دول 12 سنتي المفروض ان انا بعمله كده. السطر والمسطرة دي كده اداني ان هو هيبقى اوسع شوية، يعني ملموم شوية. لو انا عايزة اوسع الجزئية دي، يبقى الخط ده هدخله تاني لجوه كده جنبه كده اهو، ان انا بوسع الملفح يبقى الصدر ايه واسع شوية عن اللي هو الملموم بالشكل ده. لو انا عايزة اعمل الجزء ده بطانة، يبقى انا طبعا هعمله الاقصه الاول وبعدين اعمله بطانة. البطانة دي لو ماشية، يعني لو الفستان يكون شيفون او شفاف، لو هو مش شفاف يبقى بنعمل حساب 2 سنتي هنا زيادة، اللي دول هنتنيهم مع جوه ده كده. ايه الملفح؟ هقصه واقول لكم هنعمل فيه ايه. طبعا هنا في خط كده بتاع الجنب، هو مفيش اي اختلاف كده. شيلنا القصة اهي، الامامي هقيس لفوق 1.5 سنتي طول كده، وادخل بيهم على جوه عشان اقصر الجزئيه دي. نفس اللي بعملها هنا الجنب ده، بس على بسيط كده لغايه خط النص واقف.
اكترها كده سنتي ونص، يعني سنتي سنتي ونص، واشيلها واحط اللفه على بعض يبقى مظبوط معايا. طبعا هنا في سنتي ونص تاني بتشيله، ده ممكن نعمل بنس وممكن لا. ده خط النص يعني طبعا ده هيتعمل طبقتين ويتحط على بعض، فالطبقة التانية تيجي لغاية هنا. ده خط النص بيعمل علامة فيه، بتكوني عاملاها علامة كده بسيطة، علامة عشان احطهم على بعض. طيب انا عايزة اعمل بنسة هنا، البنسة بعملها بعد ايه، من بعد خط النص ده، بقيس الحداشر اللي هما القاسيين بتوعنا برضو عادي، واطلع البنسة 15 سنتي. لو انا مش حابة البنسة عادي، لان هو هيتلف على بعضه مش هيبقى باين ان هو ايه، مش فيهوش بنسة، هيبقى باين ان هو كاجوال كويس، هيبقى سنتي بس المكان البنسة اهي. طيب انا مش هعمله بطانة، وهعمل قماشة اللي هعملها تبقى تقيلة يعني مش خفيفة، يعني اقدر اعمله في بورسلين او كريبي مليان ناشف او جبردين، يعني لازم الملفح يبقى معقول شويه في الاول يعني، بعد كده تعمل اي قماش. طبعا ده بيتعمل اوفر، ونحاول نتنيه كده 1 سنتي على جوه بالدبل فيس، يبقى بالشكل ده. احنا كده كده عاملين حساب التانيه، بنسيب للتانيه دي حوالي 1.5 سنتي او 2 سنتي. وانا كده كده هعمله على قماش وهطبقه معاكم تقفيل. استنى بوريكم طريقه عمل البطرون، نعمله بعد كده ايه ورغول. طبعا يبقى نعمل خط النص، خط الستر ده كده الملفح، واشوفكم في فيديو قادم، الى اللقاء.